وبركاته. حبايبي طلاب سنة تالتة، ان شاء الله النهارده ناخد درس الضرب فيه 2. تعالى نقرأ اول سؤال كده، بيقول لي عايزين نرسم 8 مجموعات وكل مجموعة هنحط فيها حاجتين. هنرسم 8 مجموعات، وليكن مثلا دي المجموعة الاولى، دي المجموعة التانية، دي المجموعة التالتة، دي المجموعة الرابعة، دي المجموعة الخامسة، دي الخامسة ودي المجموعة السادسة، ودي المجموعة السابعة، ودي المجموعة الثامنة. كده رسمنا 8 مجموعات، عايزين نحط في كل مجموعة شيئين، اي حاجتين. حط مثلا كده اي حاجتين، كده حطينا حاجتين في المجموعة الاولى والثانية، كده المجموعة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، واخر حاجة المجموعة الثامنة حطينا فيهم حاجتين. طيب لما نيجي نعمل مسألة ضرب بقى هنعملها ازاي؟ اول حاجة انا عندي 8 مجموعات، يبقى هنكتب الاول 8، هنضربها في ايه؟ هنضربها في 2، لان انا عندي هنا 2، هنضرب 8 في 2. طبعا احنا حافظين جدول الضرب، 8 في 2 او 2 في 8 ب 16، بتطلع فيها 16. تاني عملنا ايه؟ اول حاجه رسمنا 8 مجموعات، 8 مجموعات يعني نعمل مثلا 8 مربعات، 8 دواير، 8 اي حاجه، ونحط في كل مجموعه اي حاجتين، اكسين مثلا، دايرتين، نقطتين، قلبين، اي حاجه نحطها في المجموعتين، بس المهم يكونوا حاجتين، حاجتين نحطهم في 8 مجموعات. لما نيجي نكتب مسألة الضرب، انا عندي هنا 8، رقم 8 اكتب 8، وعندي هنا 2، 2 دي اللي هي 2، يبقى نكتب 8 في 2، واحنا حافظين طبعا جدول الضرب، 8 في 2 ب 16. ماشي، يلا نكمل السؤال اللي بعده. طيب هنا بيقول لي بقى عايزين نكتب جملة الضرب المناسبة. اول واحدة بيقول لي مجموعتان، مجموعتان دي يعني الرقم كام؟ 2 يا مس، هنكتب 2، كل منهم فيهم 2، دي المجموعة الأولى اهي فيها حاجتين، ودي المجموعة التانية اهي فيها حاجتين. أنا دلوقتي عندي مجموعتين كتبنا 2، كل واحدة فيها حاجتين، يبقى نكتب 2 تاني، واحنا حافظين جدول الضرب، 2 في 2 ب4. اللي بعدها بيقول لي 6 مجموعات، أنا عندي دلوقتي 6 مجموعات، يبقى الأول هنكتب كام؟ هنكتب 6، كل مجموعة فيها كام؟ فيها 2، يبقى نكتب 2. كان عندي 6 مجموعات اللي هي الستة الأولى دي كتبناها، كل مجموعة فيها حاجتين، كتبنا 2، 6 في 2 بكام؟ 6 في 2 ب 12. اللي بعدها بيقول لي انا عندي 5 صفوف، عندنا كام صف؟ 5 صفوف، يبقى نكتب 5، كل واحد منهم فيه كام؟ فيه 2، يبقى اكتب في 2، 5 في 2 هتطلع معايا 10. لو جينا عدينا الصفوف فعلا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 بيقول لي 5 صفوف، 5 يبقى نكتب الاول 5، كل صف فيه كام؟ كل صف فيه 2، يبقى نكتب في 2، واحنا طبعا حافظين جدول الضرب، 5 في 2 ب 10. طيب بعد كده عايزين نضرب 2 في 5، 2 في 5 ب 10، احنا حافظين جدول الضرب. طب 4 في 2 شطار ب 8، طب 3 في 2، 3 في 2 هي 2 في 3 ب 6، طب 4 في 2 اللي هي 2 في 4 ب 8 برضه، دي متكررة معانا، 2 في 4 وهنا برضه 2 في 4. ماشي يلا نكمل. طيب دي بيقول لي 10 طلاب، كم طالب؟ 10، يبقى الرقم الاول اللي انا اكتبه 10، مع كل طالب قلمين، كل واحد معاه كم قلم؟ معاه 2. عايزين نعرف عدد الاقلام كلها، هنكتب الاول، انا عندي الرقم 10 الاول، فهنكتب 10، كل طالب معاه قلمين، قلمين ده يعني رقم كام؟ يعني رقم 2 يا مس، يبقى نكتب 10 في 2 هيطلع معايا 20. يبقى انا دلوقتي عندي عدد الاقلام 20 قلم، كده انا معايا 20 قلم. جبناها منين؟ انا كان عندي كاتب لي الرقم الاول اللي هو 10، وضربنا في كام؟ في 2. ليه؟ لان هو كل واحد معاه قلمين، العشرة دي بتاع الطلاب والاتنين دي بتاع القلمين، وضربناهم 10 في 2 او 2 في 10 ب 20، كده الاقلام كلها هي 20 قلم. بيقول لي 4 مجموعات، عايزين نكتب جملة الضرب المناسبة. السؤال الاول بيقول لي 4 مجموعات، المجموعات دي هي دي المجموعة الاولى، ودي المجموعة التانية، ودي المجموعة التالتة، ودي المجموعة الرابعة. كده عندي 4 مجموعات، كل مجموعة فيها كام؟ فيها 2، كل مجموعة عندي فيها شرابين، كل مجموعة فيها 2. عايزين نكتب جملة الضرب، أول رقم عندي هو الأربعة، يبقى نكتب الأول 4 في كام؟ كل واحدة فيها كام؟ فيها 2، يبقى نكتب 4 في 2، 4 في 2 بكام؟ ب 8. طب اللي بعديه بيقول لي 3 مجموعات، أدي المجموعة الأولى، أدي المجموعة التانية، وأدي المجموعة التالتة، دول 3 مجموعات، كل مجموعة فيها كام؟ كل مجموعة فيها 2، يبقى هنضرب 3 اللي هي الرقم الأول في 2 اللي هو الرقم الثاني، 3 في 2 هتديني 6. احنا فعلا لو جينا حبينا ان احنا نعدهم، ادي 1 2 3 4 5 6، بس احنا بدل ما نقعد نعد بنسهل على بعض، ان احنا نشوف عندي كام مجموعة ونشوف كل مجموعة فيها كام واحد، بناخد نضرب عدد المجموعات في العدد اللي جوه المجموعة،
دلوقتي انا عندي 3 مجموعات وضربناها في كل واحده فيها 2 يبقى ضربناها في 2. طب اللي بعديه بيقول لي 5 صفوف يبقى نكتب 5 كل صف فيه 2 يبقى نكتب 5 في 2 و5 في 2 بكام؟ 5 في 2 ب10. لو حبينا ان احنا نعد الصفوف دي هنيجي نعد ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى فعلا طلعوا كام؟ 10. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد ناتج الضرب مستعملا الشبكه او الرسم اذا لزم الامر. لو احنا لو لازم ان احنا نرسم شبكه هنرسم بس احنا مش هنحتاج. اول واحده بيقول لي 6 في 2 احنا حافظين جدول الضرب 6 في 2 اللي هي 2 في 6 2 في 6 ب 12 تمام. طيب 2 في 2 2 في 2 ب 4 اللي بعدها 2 في 9 ب 18 برافو. اخر واحده 2 في 8 ب 16 شطار. ده كده الدرس بتاع النهارده اللي هو درس الضرب فيه 2.